السلام عليكم. اليوم راني عاودت وليت الملعب تاع الدويره، هو حاولت باش ندخل الملعب والحمد لله اتفقت مع واحد عساس هذه معليش نخليك لكن تصور غير من فوق الموقع ما خلانيش نتجول الداخل يعني تحت. اذا اليوم نروحوا في جوله من الجهه الاخرى اللي ما صورتهاش في الفيديو الاول، اذا فيه يعني من جهه تاع المدخل الرئيسي تاع الملعب تاع الدويره. اذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو عن ملعب الدويره من الداخل ومن الخارج، وكذلك نزيد ناكد لكم ما قلته في الفيديو الاول، وأن الأشغال حسب يعني العساسين هنايا الأشغال قال لك راهي حابسة بأسباب يجهلونها. فيه بعض الأشغال البسيطة اللي راهي ما زالت قيد الأشغال، وكذلك فيه أشغال على الطريق الخارجي خارج الملعب، فيه طريق مزدوجة هذه اللي تم إنشاؤها حول الملعب واللي مازال فيها بعض الاشغال نتاع الترصيف نتاع الطريق المزدوج، بالاضافه الى واش قلنا الان حول الملعب هذايا فيه بعض الاشغال البسيطه جدا، لكن الشركه الصينيه ما راهيش تشتغل في الايام هذه. نخليكم تتابعوا الفيديو هذايا ونروحوا ندخلوا لداخل الملعب ونشوفوا الحال تاع الملعب اللي راهي كلها غبار، يعني فيها غبار تراكم على المدرجات والكراسي. اذا نخليكم تتابعوا الفيديو هذا والسلام عليكم. مشيت عندي ما مشيت لها مشيت عندي ما مشيت لها
بعيد.